بنحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا، اكيد اذا كنتوا على الطرقات ما رح بتشوفونا، ولكن بالوقت ذاته نحن اليوم اذا كنا رح نحكي بموضوع قانون السير لانه بيعنيكم جميعا وعلى مساحه الوطن. ما حدا يقول اذا كنا بالمدن عنا قانون وبرات المدن ما عنا قانون، وين ما كان قانون السير موجود، لانه هو الوضع اولا لتنظيم السلامه المروريه، اثنين سلامتكم حتى نكون كلنا نظهر من بيوتنا ونرجع مرتاحين وبالسلامة. ولكن صدر القانون، طبق القانون، في ملحقات للقانون، ولكن للأسف الشديد بعدنا في ناس ما عم تتأيد فيه، في ناس كمان اليوم حوادث كتير للأسف، في أزمة سير خانقة ببعض المطارح، كل أمور اليوم رح نتناولها مع رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم. أهلا وسهلا فيك. شكرا. يعني نحن منتابع من غرفة العمليات ومنتابع دايما بياناتكم يلي بتوضح يمكن دقيقة بدقيقة أو لحظة بلحظة شو عم بيصير على طرقاتنا من أشغال حتى الناس تاخذ احتياطاتها، إذا مسكرة طريق وين بدها تروح، بالوقت زيت وإذا صار حادث كمان حتى الناس كمان بواسطة الأبليكيشن يعرفوا، يعني قديه طورنا بهالحالة حضرة العقيد حتى الناس يكون وصل لها كل شيء ومطلوب منها شغلة وحدة تنتبه. تنتبه أكيد. لا أكثر ولا أقل. انتبه. انتبه. اليقظة يعني. اليقظة. قديش في عنا تجاوب؟ التجاوب بتلاقيها بالنتائج، يعني بعد نعم. سنتين على تطبيق قانون السير نعم. بظروف بتعرفي صدر القانون بظروف غير طبيعي وغير مؤاتي انه نطبق وبمادة وحده صدك وخلص. لا كان في شغل كثير كبير القانون نعم. يعني اكيد صدك بعرف انه حضرتك عقيد ساهمت كثير، يعني بحضرت كثير من الاجتماعات ويمكن كل اللجان حتى نوصل لقانون يعني سير على مستوى الامال، يعني لانه يعني خسرنا كثير. يعني هذا القانون وضع لحمايه الناس صحيح، وقانون عصري وحديث وانشغل على عده سنوات، وانا كنت ممثل بالمديريه العامه لقوى الامن الداخلي نعم. بفترات ايضا كمان وزاره الداخليه والبلديات، وكان كل همنا ان تطور تعملي قانون للمستقبل نعم. للبلد يلي بنحلم فيه لاحلى بلد بالعالم يكون هذا القانون انوجد تا يحمي الناس بقواعد ومبادئ عالميه وقادر تطبق بلبنان وقادر أكيد. وقادر تطبق بلبنان لانه هالقوانين اللي وضعت، هالمواد اللي وضعت بعد تجارب سنوات جربوها بلدان قبلنا ونجحوا فيها وانقذوا ارواح مئات الاف من الارواح. قديش يعني قديش مهم قانون السير، لانه جرائم اذا بنشوف بس مقارنه صغيره مع جرائم القتل الجنائيه بلبنان نعم. مع القتلى اللي بتسقط عن الصدمات المروريه تقريبا 4 أضعاف، بتعرف قديش في خطوره وقديش قادرين نحن ننقذ ارواح بهذا المجال، لانه حرام ان نخسر بلحظات يعني بساعات هيك لحظات. يعني نحن ما يعني ما انسان كمان انخلق او الشباب هل يعني ولدتهم اماتهم وعيالهم يموتوا على الطريق، يعني ما وجدنا تنخلق تنموت على الطريق بحادث صدام مروري يعني نتيجه طيش، تهور، عدم اهتمام، مرحله كمان شخص طالع بسكر شرب، يعني في شغلات معينه حكي على السلولار، في شغلات صغيره قادرين نعيش بلاهم يعني. وهذا القانون كل شيء يعني كمان رفع شوي نسبه الضبوطه يعني طبعًا. حتى شوي يلجم اذا بدي اقول 100%، هيدا النتيجه اللي نحن بنشوفها. اخر شيء بدك تعرفي الشخص اذا نجح او لا، يعني مش مهم اشتغل، بدي اعرف كيف اشتغل، بتعرفي من النتيجه اذا مزبوط مثل الطالب، يعني اذا كان عم يدرس بتعرف اذا درس مزبوط، عم نقول اذا عم يدرس، اذا درس مزبوط بتعرف بينجح. أكيد. نحن لهلا من سنتين لهلا هذا نعم. القانون اللي طلع مثل ما قلنا بظروف استثنائيه غير مؤاتيه، كان في اكيد ما كان في استقرار، يعني استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، ما كان في شيء، ما كان في حكومه، يعني كان في رئيس معين. هلا الحمد لله في استتباب كثير كبير بالامن، نشكر الله، ولكن هالقانون فرض، يعني انفرض انه واجب علينا اول شيء اخلاقي، لانه في عالم مثل ما قلنا عم تموت بنسبه مرتفعه جدا بالنسبه مقارنه للدول الاوروبيه، وواجب قانوني نحن علينا نطبق هذا القانون. نحن كقوى امن داخلي مسؤولين عن تطبيق، اول شيء نوضح اكثر للمواطنين لانه كمان هم بيخلطوا، نحن قوى الامن بنطبق بنسهل السير ومنطبق المخالفات، يعني بنصر على تطبيق المخالفات، هذا الشق بالقانون، بينما فيما يتعلق بالاناره، فيما يتعلق حتى بالاشارات الضوئيه ما قلنا علاقه فيهم، باللافتات السرعه، ممنوع المرور، ممنوع الوقوف، الحفر، هو نحن قوى الامن الداخلي ما قلنا علاقه فيهم، نحن قلنا علاقه بتطبيق القانون مخالفات متعلقه بالسائق، تصرفات السائق، سلوكيه السائق، يعني نحن هذا نعم. الدور اكثر شيء، ولانه هذا الدور هو للوزارات المعنيه، للبلديه، والادارات اخرى، والادارات اخرى، وبعرف كثير منيح بتقاريركم يعني عم توصل لهالادارات، لانه انتم على الارض،
يعني أنا بدي حييهم، أنا بدي حيي فصائل السير ودوائر السير وين ما كانوا، لأنه 24 على 24 منا شغلة هينة، يعني مهم التجاوب بس مع هالتقارير اللي بتدل على واقع معين. شو عندنا من إحصاءات يعني من سنتين لليوم؟ من سنتين لليوم عيد. أكيد كان في حملة إعلامية كتير كبيرة وإعلانية أيضا، هذا الشيء كان في تأثير في عالم تأثروا واقتنعوا بضرورة احترام هذا القانون وتطبيق المواد يلي بتنطبق على السائقين ومستخدمي الطريق، وبدأنا تطبيق هذا القانون رويدا من السرعة، بعدين عندنا حزام الأمان وإلى آخره إلى آخره، وصلنا لنتيجة، وهيدي الأول مرة بالتاريخ لبنان، وحتى لأول مرة فينا نقول بالعالم إذا في بداية تطبيق قانون سير فيها الانخفاض الكبير عن مدة سنتين. إن شاء الله إن شاء الله يكون عندنا الانخفاض. عندنا حاليا، ولكن بعدنا فينا نقول بداية الطريق. نعم. وشغل كتير كبير كان على عاتق قوى الأمن والإدارات الأخرى، يعني نعم. نحن بعدنا بداية الطريق، ولكن إذا نشوف بداية الطريق عملنا مبادرات صغيرة جدا، يعني شو النتيجة؟ نوصل نتيجتنا كانت كتير كبيرة، يعني عم نحكي بحوادث السير أو الصدمات المرورية انخفضت 22.5% بعد سنتين، يعني أقل 2164 حادث شغلة، يعني على صعيد الضحايا والقتلى انخفضت 22.1% تقريبا إذا بنشوف في توازي. نعم. يعني إنقاذ 289 إنسان. تصوري بسنتين درنا نحن وفرنا على بلدنا على أهلنا على مقاسي 289 شخص، كان ممكن لو ما عملنا شيء، لو سمعنا بعض النظريات بتقول خلينا نظبط الطريق وخلينا نضول كلها بتكمل بعضها، نحن ما فينا ننطر، يعني نحن ما فينا ننطر، لأنه الطريق منا آمنة، كتير طرقات منا آمنة، لأنه ما في إنارة بالليل، لأنه ما في خطوط طولية، ما في خطوط فوسفورية، ما في انتظام بالنقل الحضري كمان، لأنه في هيك نحن هذا الشيء بحفزنا نطبق أكثر القانون، لأنه خطورة المواطن تهور السائق على هالطرقات الخطرة بتزيد خطورة، يعني ما بتعطي فرصة تانية حتى تعيش، يعني في نقاط سوداء يعني صارت معروفة، يعني صار بدها التفاتة أكثر من غيره، ومش خايفة على حدد على الوزارات المعنية، يعني هذه الأمور الهندسية ونحن بنبعت كثير فيهم تنقول كثير منيح، يعني واضحين هون كمان بعض الأفكار الشائعة، إنه برجع بهم كررها إنه نعم. ليش أنتم عم تطبقوا القانون وفي والطرقات منا منيحة، وهذا لأنه الطرقات منا منيحة بنقول إنه لازم دلوا كمان يكون في ضغط لإصلاح الطرقات، يكون في صيانة دائمة، في سهر عليها للطريق من خلال تثبيته وفق معايير، عدم يكون في حفر الحمايات الجانبية، الإنارة، يعني أكيد خطوط فوسفورية، في كتير أمور بحاجة لها، التقاطعات تكون أكثر وضوح، يكون في مراقبة على التقاطعات الإلكترونية، هيدا كله لأنه في شبه غياب لهذا الموضوع، هذا الشيء نحن بحفزنا على كل حال وجود كمان غرفة العمليات والسلامة المرورية كمان أضافوا يمكن نقلة نوعية مع هذا العمل ومع مع هذا القانون، وإن شاء الله كمان بيصير عندنا مدارس هذا شيء من جزء القانون، من جزء القانون، وهذا كتير أساسي حتى هالجيل الجديد أكيد. تتحول مكاتب لمدارس، لأنه في 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 روح أرواح الناس، وهذا الشيء عم نشغل عليه، يعني تكفي أنا نرجع. نعم. نحكي إذا بدك. نعم. بهذا تفضل الموضوع عائد. الإصابات كمان نازلة كمان حوالي 22%، أي إنقاذ 2717 إنسان من الإصابات، يعني عم نحكي بدكون أكثر من 70% ممكن كان يكونوا معوقين، تصور مأساة الإصابات يلي قديش نحن وفرنا، يعني هذا واجباتنا ومفروض نشغل بعد أكثر، بس لأنه عملنا هالعمل يعني بدأنا تطبيقه، شددنا بعض الشيء ببعض المخالفات، حملات إعلامية متواصلة، توزيع بروشورات، هيدي وصلنا لهالنتيجة، حتى عملته يعني إذا بدي أقول حواجز سلام، حواجز ثقافة، هيدي سنويا يعني عم نقولها، يلي هو كمان أطلقنا وعد علي، يلي هو قسم مثل قسم اليمي ما بيموت، كمان هذا وعد علي نحن مستمر هذا القسم، وعد السلام المروريه يلي اذا بنلاحظ يلي هو بيشبه الحزام الامان، تنقول انه خلينا نبلش بحزام الامان يلي هي يعني ارخص قطعه بالسياره ولكن بتحافظ على اغلى شيء بالدنيا، يعني نحن فينا نقول انه وعد علينا انه نطبق قانون السير حفاظا على ارواحنا وارواح الناس اللي حوالينا، بكل محاضراتنا هيدا عم نطبقها، باجتماعات مع الطلاب المدارس كمان هذا الوعد، حتى عم نحكيها بغير جمعيات بدأت تطبيقها، إن شاء الله توصل بكل العالم، يكون هذا الوعد هالقسم دائم ومنتشر بكل السلام المري، يكون حقيقة مثل ما بنقسم اليمين وبنكون بنوعد بالتطبيق القانون والسهر على تطبيق القانون، كمان المواطن وقت يعمل هالقسم كمان يكون عند وعده. نحن عنا فاصل ومنتبه معك العقيد جوزيف مسلم حول قانون السير.
منتابع الحل عنا مع لقية جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. بعدنا عم نحكي كمان بقانون السير يلي كمان يعني غير محاضر الضبط اللي رح نحكي عنها قديش بلغت وأي متى بتنتظم بتصير تنربط مباشرة مع الهيئات السير الميكانيك حتى المواطن ما يعرف يعني الأكتار بفوتوا على السايت تبع المديرية وبيعرفوا ولكن بسنين اللي قبله يمكن بعد مش عارفين عم يتفاجئوا. ولكن اليوم الألكو تيست بدي أحكي عنه شوي، هل هو ظرفي؟ هل هو الويك اند؟ ام هو كمان اليوم نحن بنعرف لبنان هلا الحمد لله بسهر ومهرجانات وناس يعني عجقه السير بالليل بتوازي النهار. ان شاء الله نكون البلد واحد امان ويكون في اكثر مجال سياحه اكبر، يعني كثير مهم المواطنين المنتشرين بالعالم عم ترجع بهالصيفيه، بتمنى كمان يكون في اكثر كمان موسم سياحي كثير كبير. هذا الشيء عم نشهده بالليل اساسا بالصيف، يعني خلال فتره الصيف وبالاعياد بكثر عمليه السهر مناسبات. نحن بنعرف ما في ضيع الا ما كان فيها ما فيها مهرجانات، ودائما قوى الامن المخافر او بمناطقهم دائما عم بيكونوا سهرانين، يعني عم نلاحظ يعني غير دوامات عم بشوف في قوه محدده على الطرقات، في حضور دائم، يعني هذا الحضور موجود عم يرافق هذا هالمناسبات. ولكن بهالمناسبات في شيء على الهامش، نعم، هو الشرب، نعم، وهون الخطوره. يعني اللي بده يشرب ما في مشكله، ولكن اللي بده يسوق انه ما يشرب. هون نحن عم نكون بالمرصاد لهالاشخاص، يعني يوميا تقريبا في حواجز الكوتيست، يعني عم تصير يوميا تقريبا، ويوميا عم نحطهم على موقع قوى الامن الداخلي اتلبا اس اف او على الفيسبوك، ونهار الاثنين خاصه بالويك اند بتتكثف، ومنحط مجموعة الحواجز اللي عم تصير على صعيد بلبنان كله، وعم هدفنا نحن تنقول تنتبهوا للمواطنين انه ما تشربوا وتسوقوا، لانه هي من اخطر الحوادث. عندك شيء هيك احصاء محدد قديش ناس وقفت بالشرب؟ اذا بدك في عندنا ظاهره يلي خطره اللي شفناها هلا بهالمرحله الاخيره، الشرب خلال القياده، يعني مش بس عم يطلع يعني من الحفله، يعني قاعد وحاطط عم يشرب وعم بيسوق، خطره جدا، خطر جدا، يعني يعني بعز بيكون يعني باللاوعي بنقول، يعني ما يعني عم نحكي انه اذا كيس بدها ساعتين يروح مفعوله، عم نحكي هو عم يشرب خلال، يعني كثير اذا حتى عم نصور الاشخاص يلي حاطين كيس، في كيس ويسكي مش بس قنينه، كاسات، يعني عم نصورهم نحطهم بالاعلام انه هذا الشيء كثير خطر للشباب للصبايا انه ما يشربوا سوق وما يشربوا حتى بالسياره، هي من اخطر، وهيدي غرامه، يعني كمان بننبه في غرامه حتى لو ما كان عم يشرب، مجرد كانت مفتوحه القنينة كانت مفتوحة، مجرد كانت مفتوحة بالسيارة لو ما كان عم يشرب، يعني وقت ضبطناه فورا منطبق الغرامة. حتى عقيد بدنا نقول انه القرار لما بيطلع او القانون هيدا مش مرحلة، هيدا لكل يوم، يعني ما بدنا نرجع نذكر فيه، الناس بتفكر انه بتصير موجة وخلصت، لا، هي شغلة تلقائية، يعني ما بتوقف يعني اطلاقا. هيدا نحن عم نحاول نعمل يكون في استمرارية دائمة، حتى بعد اوقات، يعني عم نعمل الالكوتيست باوقات يعرفوا العالم حتى تكون شوي بكير، وعم نعملها باوقات متاخره بكير تيشوفوا انه نحن موجودين. الهدف كمان مش بس نعمل محاضر مثل الحواجز اللي بنعملها، حواجز المحبه، حواجز التوعيه، كمان بعد اوقات الالكوتيست يعني بنعملها تيشوفوا نحن جادين بعمل الالكوتيست، لانه من اخطر محاضر الضبط. يعني بعرف مش مسؤوليتكم، ولكن انتم عندكم هالسايت وعم تطلبوا من الناس دائما تدخل لتعرف اذا كانت عندها سرعه زايده، اذا الرادار لقطة، اذا شيء. ايمتى برايك عقيد بنوصل وقت يوصل الضبط على البيت، يعني مثل دول العالم بسرعة وتنتظم العملية؟ في أمل ولا لا؟ أكيد في أمل، أكيد في أمل، وإن شاء الله في شغل كتير جاي كمان بقوى الأمن الداخلي. أول شيء بيوصل على البيت بياخذ وقت المحضر، ولكن بدنا نعلمه عبر أبليكيشن، هيدي يلي هي بتكون دقيقة، يعني أسرع. أساسا المدير العام اللي وقع عمل رسمي أول ما وصل، يعني إحدى أولوياته يحول المحضر العادي لإيتيكيت، يعني ديفايس، يعني مش بس نكتبه وبعد وقت اللي بنحطه ما بيبين او بروح، يعني لا، وبياخذ وقت، لا صار هلا لدى الفكر رايحين باتجاه انه في ديفايس مكنه بيكون معه للشرطي، مجرد حط المحضر فورا، يعني بيوصل على مفرز السير بذات الوقت، على هيئه اداره السير بذات الوقت عند القضاء. وهذا المحضر مجرد ما تحرر دغري ايضا على مكان المركزيه اللي فيها البرنامج، وايضا لحاله بيتوجه للمواطن على السيلولار للمواطن يلي ضمن ابلكيشن. نحن عم نحضر الابلكيشن، بهيدي الابلكيشن اشخاص يلي بحطوا ارقامهم
هذا كل الاشخاص من هيك لازم يجددوا المعلومات كمان يعني اساسا هيدي اساسيه حتى ما يقول يوما أساسية. ما دقيتوا لي او ما عرفت لما بتغير عنوانك او سلولارك مفروض تبلغ هيدي اساسيه هيدي اساسيه قبل ما ينتهي الوقت بعد عندي شغله هيك لفتتني ودايما مش هلا هي اللفته الانسانيه عندكم يلي يعني مرت الماضي استقبلته بالمغفر صبي كان ضايع مش عارفين يعني هالمخافر يلي يمكن بحاجة لتعزيز أكثر من آليات من مكننة ولكن هاللفتة الإنسانية ده كمان بتلعب دور أنه أنتو صديق المواطن أنه أنتو من الناس وللناس صح. نحن مواطنين يعني هالبدلة ما بتمنعني بالعكس هالبدلة لأنه لبسها لأنه عندي حس كبير من مواطنية عندي حس كبير بوطنيتي عندي حس كبير بالإنسانية يعني بدي يلبس هيدا البدلة بدكون عنده هالإحساس ونحن بقى نحترم هالبدلة كمان وطنية انتماء للوطن حاملها وحاملتها طبعا طبعا يعني هذه الصورة لهالطفل السوري أول شيء كمان هي صورة لعدم العنصرية نحن عم نقول لا للعنصرية في لبنان نعم للإنسانية نحن بنشوف واجب المواطن يشوف أي شخص ضايف في لبنان أمامكم إنسان واجب المواطن بس يشوف كإنسان إذا في أخطأ هيدا الشخص هذا أخطأ في قانون بحاسبه هذا الشيء عم بصير يعني احنا بنعرف السجون قد ايه في اكتظاظ واذا ممكن يكون ضحيه ما نساعده اذا كان ضحيه اذا كان بحاجه لنا ما نساعده واذا كان كشخص عم يشتغل ضمن القانون ما نتركه اما الامور السياسيه او الامور الحل لهالامور شغله العمل السياسي اكيد يعني السياسيين هن بيعالجوا امور فبنتمنى من المواطنين ما يتجردوا من انسانيتهم تدلي رغم الاوضاع الصعبه بالبلد رغم الاوضاع وهيدي الصوره اللي احنا كنا الرساله عم نوصلها انه بقلب شغلنا وضغط شغل هذا الصبي ما لقينا مطرح حدا ينايم باي جمعيه بهالوقت واشتغلت معنا كمان اتحاد الاحداث اللبناني مشكورين. يلي حاول يساعدون ولكن بهالليل ما لقوا حدا نام مع مع الشباب أذكر. يعني امنوا له صوفا نام معه لهالطفل تا اجوا اهله روقوا وتموا فيه كانسان اكيد حضره العقيد عجقه السير والشحنات والكاميونات في لها حل نحن بنعرف طرقاتنا مش مجهزه انه هيا هون للشحنات هون للسير لا يعني لانه عم بيصير في كثير عجقه ما في لها حل يعني هذا موضوع بتصور بده عده حلقات ولكن باختصار حتى ننهي فيه باختصار محدد كل الطرقات يلي هلا عم نسمع انه ان شاء الله يكون في بناء لطرقات وتعبيد طرقات جديده وانشاءات جديده في ورش كثير هودي بتساعده بس منا الحل يعني بخففوا لفتره معينه مثل وقتها بنتذكر فتحنا الطريق البحريه مزبوط. خففت قديش الوقت كان ساعه صارت نص ساعه مثلا صارت ساعتين مزبوط. خففت الطريق بتاخذ يعني كل ما توسع طرقات كل ما يجي عليها سيارات اكثر الحل انك تعملي خطه تستورد السيارة تصير تصدر السيارة يلي هي وننظم النقل الحضري نقل عام مشترك مكثف حضاري يعطي الثقة للمواطنين يطلعوا فيه ونبلش نشتغل على لأنه هيدا موضوع مثل ما قلت لك بده حلقات وهيدا عم يمنعنا نطبق القانون 100% أكيد. لأنه جزء كبير من عناصرنا عم يستنزفوا على الطريقات ليحاولوا يأمنوا الناس يروحوا ويرجعوا على أشغالهم 100% أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم وطبعا بدنا نشد على إيدكم لأنه بالنتيجة أمننا هو طبعا بفضل جهودكم جهود كتار بتقول للمواطن اللبناني ما يتزاكى على شرطة السير ولا يعني بالنتيجة في سلامته في سلامة لحوله وفي طبعا ناس ناطرينه لما بيوصل على بيته آخر النهار شكرا لحضورك أكيد. معنا حضرة العقيد جوزيف مسلم طبعا أنا بحيي الجميع نحن بنحيي جميع المواطنين شكرا. وكمان عندنا ثقة كتير بالمواطنين ووعي المواطن اللبناني ولما في وعي المواطن أساسا كمان ما نزلت هالنسب يلي عم نشهدها وان شاء الله احسن واحسن ان شاء الله شكرا لكل يلي تابعونا اليوم طبعا دائما مع الحل عنا ام تي في الى اللقاء